السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة المعلم المبتكر، معكم تيتشر منى. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل شيء جديد. ورجعنا لكم فيديو جديد. اليوم راح نشرح مادة الرياضيات الصف الثالث الابتدائي الدرس الثالث. يلا تعالوا نشوف مع بعض. يلا درسنا اليوم بتكلم عن القيمة المنزلية ضمن عشرات الألوف. القيمة المنزلية ضمن عشرات الألوف. اليوم رح نتعلم فكرة الدرس أقرأ الأعداد ضمن عشرات الألوف وأكتبها وأحدد القيم المنزلية للأرقام فيها المفردات الدورة. تعال نشوف كيف بدنا نقرأ الأرقام. أنا الحين عندي رقم، هكتب الرقم وتعال نشوفه كيف هنقرأه. عندي هذا الرقم، خلينا نمسح الرقم هذا. يلا عندي الرقم هذا، كيف هقرأه؟ أول حاجة بعرف للطفل هنا بعد 1 2 3، أول ما يجي 3 نعمل كده خط، نقرأ هذه 5، نبدأ من هنا 5678. يبقى أبدأ من هنا 5678. طيب لو أنا حطيت هنا رقم كيف هقرأه؟ دايما بقسم للطفل 1 2 3، 3 نقسم لهم 3. يلا كيف هقرأه؟ هقول له 2 ولا هبدأ من فيه؟ هبدأ من هنا؟ لا طبعا، لما نلاقي رقمين أبدأ 25، أقرأ كده 25000، يبقى 25678. طيب لو زدنا رقم كمان كيف نقرأه؟ كيف نقرأ الرقم الكبير؟ يا صعب الرقم الكبير، كيف نقرأه؟ يبقى نبدأ من هنا، أيوه هنبدأ من هنا 425000. يبقى ببدأ من هنا، لما يكون في 3 أرقام 425678. يلا تاني نبدأ من هنا 425678. طيب خلينا نمسح وناخذ رقم ثاني. لازم أعلم الطفل كيف يقرأ. الحين عندي هذولا، يلا عدي 1، نبدأ من هنا 1 2 3، أفصل على طول أحط خط كده فصلت، يبقى هنا أبدأ إيش؟ 3000. كم هنا كم رقم؟ 1 2 3، يبقى يعتبر 3000، 3000. 732 تاني 3732. طيب ناخذ رقم ثاني نقرأه. شوف الرقم هذا، تعال نعد 1 2 3، حط خط كده. يلا هنا 6، نبدأ من هنا؟ لا طبعا، لما لقي رقمين على طول 56، 56000، 56000 542، يبقى 56542. طيب لما نزود هنا، يبقى هنا 3 أرقام وهنا 3 أرقام، كيف نقرأها؟ 356542. يبقى أول حاجة لما أنا أخلي الطفل يقرأ، شوفي أول حاجة قسمي 3 أرقام. الحين قسمي أها 3 أرقام، 1 2 3، على طول في رقم واحد بس هنا بعد الثلاث أرقام، يبقى 5000. ببدأ كده 5438. طيب لما يكون في رقمين، يعني مثلا هنا أها يلا قسمي 1 2 3، خلاص أقسمها، دايما أعلم الطفل يعد 3 أرقام ويقسمها. هنا رقمين،
هنا رقمين مو رقم واحد. لو رقم واحد هقول 3000، لو رقمين هقول 33000. ثلاث أبدأ من هنا، 33543. إن شاء الله تكونوا استوعبتوا القراءة. قراءة مثال: أحدد اسم المنزلة الرقم التي تحته خط في العدد رقم. يلا مين يقرأ لي الرقم هذا؟ يلا عدوا معايا، 1 2 3 أفصل، في رقمين يبقى 32000 و156. شفت كيف بقرأ للطالب؟ ثم أكتب قيمته المنزلية. أول حاجة بمسكها هنا، هذه منزلة إيش؟ الأحاد. منزلة إيش؟ العشرات، المئات. ما بقول ألوف، لا بقول أحاد الألوف، بعدين إيش؟ عشرات الألوف. يبقى أول حاجة بمسك للطفل، أول حاجة بمسك أحاد، عشرات، مئات، أحاد الألوف، عشرات الألوف. طيب تعالوا نعمل جدول ونستوعبه. في عندي هنا جدول، الجدول مقسم لاثنين، هنا دورة الأحاد، دورة الأحاد، وهنا دورة الألوف. أوكي، في عندي جدولين، دورة الأحاد، دورة الألوف. دورة الأحاد بتقسم لثلاثة، ودورة الألوف بتقسم لثلاثة. هنا أحاد، عشرات، هنا مئات، هنا أحاد، هنا عشرات، هنا مئات. هنا نحط رقم، أول حاجة هذه بسميها إيش؟ بسميها أحاد، بسميها أحاد لأنها في منزلة الأحاد. هذه بسميها عشرات، هذه بسميها مئات. طيب بعد المئات إيش بسمي؟ هل أقول ألوف؟ لا غلط، بقول أحاد الألوف، وهذه بسميها إيش؟ عشرات الألوف، وهذه بسميها إيش؟ مئات الألوف. يبقى هنا بسمي أحاد، عشرات، مئات، أحاد الألوف. برجع تاني أقول أحاد، يبقى هذه أحاد، عشرات، مئات. خلاص وصلنا للمئات، أحاد الألوف، عشرات الألوف، مئات الألوف. أوكي، سهلة ولا صعبة؟ أتوقع أنه هي كده وضحت الصورة. يبقى أحاد، عشرات، مئات، أحاد الألوف، عشرات الألوف، مئات الألوف. أوكي طيب تعال نشوف كده علمنا الطفل كيف يقرأ الأعداد، الأحاد والعشرات والمئات. أول ما يجي عند بعد المئات أحاد الألوف، عشرات الألوف، مئات الألوف. طيب نيجي للمسألة: أحدد اسم المنزلة الرقم الذي تحته خط وأكتب قيمته. يبقى أول حاجة عندي هنا، خلينا نكتب مسائل ونحلها معاكم. يلا هنا المثال، أنا أبغى إيش؟ أحدد اسم المنزلة الذي تحته خط ونكتب القيمة المنزلية حقته. يلا إيش اللي تحته خط؟ رقم 6. تعالوا نشوفه هي إيش. يلا أحاد، عشرات، مئات، أقول ألوف ولا أحاد الألوف؟ لا أحاد الألوف، عشرات الألوف. يبقى هنا هكتب عشرات الألوف. خلاص كتبنا عشرات الألوف. أول حاجة بدي أكتب القيمة المنزلية، أنزل الرقم 6. نزلت الرقم 6، شوفي كم رقم قدامه، 1 2 3 4. أحط 4 أصفار، 1 2 3 4. يلا تعال نحل المسألة هذه، أبدأ من هنا. يلا أحاد، عشرات، مئات، أحاد الألوف. يبقى هنا إيش؟ أحاد الألوف. يلا أنزل الرقم كام؟ 5.
دائما اللي تحته خط هي اللي أنزله، وأشوف كم رقم قدامه. 1 2 3 يلا 3 أصفار، 1 2 3 صارت 5000. يلا هنا أحد، عشرات، مئات، أحد الألوف، عشرات الألوف، مئات الألوف. يبقى هكتب هنا مئات، مئات الألوف. أنزل الرقم كام؟ أنزل الرقم 7. يلا كم رقم قدامه هنا؟ 1 2 3 4 5، أحط 5 أصفار، 1 2 3 4 5. إن شاء الله تكونوا استوعبتوا. حدد اسم المنزلة وقيمته المنزلية. طيب كده خلصنا الجزئية هذه في الدرس. ندخل للجزئية الثانية. اكتب كل من العددين الآتيين بالصيغة القياسية. بدنا نبدأ في الصيغة القياسية. أنا لما يجي لي هنا 3 زائد 300 زائد 1000 زائد 50000، أنا أبغى أحل المسألة هذه القياسية. كيف أحلها؟ أول حاجة لما ألاقي زائد، لما ألاقي زائد على طول أخذ آخر رقم 50000. يلا أخذه أكتبه تحت 50000، وبعد الأصفار 1 2 3 4. خلاص. طيب ناخذ الرقم الثاني اللي قبله، الألف. كم صفر للألف؟ 3. يلا نعد، نبدأ من هنا نعد، 1 2 3. يبقى أحط الواحد وين؟ أحطه هنا. يبقى هنا هنحط الواحد. طيب هنا 300، كم صفر للـ300؟ 2. 1 2، يبقى أحط 3 هنا. طيب هنا رقم 3 وين أحطه؟ لو حطيته هنا يبقى 36، لا أحطه هنا مكان الصفر هذا. شايفين؟ ها يلا نقرأ وأنا وأنتو مع بعض. صارت إيش؟ 51303. دايما بعلم الطفل يحط خط بعد 3 أرقام يفصل، 1 2 3. يبقى إيش؟ وهنا ناخد في رقمين، يبقى 51303. أوكي؟ ناخذ مثال ثاني، ناخذ مثال ثاني، 2 زائد 20 زائد 200 زائد 4000 زائد 20000. يلا تعالوا نحل المسألة هذه. 2 زائد 20 زائد 200 زائد 4000 زائد 20000. أول حاجة بأخذ الرقم، آخر رقم 20000. يلا ها 20000، كم صفر؟ 1 2 3 4. طيب 4000 كم صفر؟ 3. 1 2 3، يبقى أحط 4 هنا. طيب 200 كم صفر؟ 2. 1 2، يبقى أحط 2 هنا. 20 كم صفر؟ 0 1 0، وهنا 2، أحط 2 هنا. بعدين آخر رقم 2، أحط 2 هنا. يلا نقرأ الرقم. يلا قسمي لـ3، 1 2 3. يلا هنا 24، أبدأ من هنا 24، مدام رقمين يبقى أبدأ من هنا 24000. وإيش؟ 24222. إن شاء الله تكونوا استوعبتوا القياسية. في قياسية ثانية. طيب لما يجي لك كده في الاختبار، يلا اقرأوا معايا. 40 إيش؟ ألفاً.
40، مين يقول لي 40,000 كم صفر؟ 40، أول حاجة بكتب الطفل بخليه يكتب 40، أهو 40، خلاص كتب 40. ألف، الألف كم صفر؟ 3، 1 2 3، كده 40,000، 40,000. وإيش؟ و300، المية كم صفر؟ صفرين، يبقى وين الثلاثة أحطها؟ أعد من هنا، 1 2، أبدأ هنا أحط الثلاثة، 300. وإيش؟ و80، وين أحط 80؟ هنا ولا هنا؟ 80 0 1، يبقى أحط 80 هنا، يبقى هنا 40 بقسمها. كيف أخلي الطفل يقرأها؟ 1 2 3 وأقسم، يلا هادو رقمين، صفر رقمين، 40، 40,380. سهلة ولا صعبة؟ طيب ناخذ مثال ثاني. ناخذ هذا المثال وهشوف هتحلوه معايا ولا لا. اول رقم 32، اقول للطفل كيف نكتب 32؟ على طول يكتب لي 32، اهو 32. ألفا، الألف كم صفر؟ 3، 1 2 3، خلصنا. أول حاجة بعلم الطفل كيف أكتب 32، أهو كتبنا 32، بعدين أوقف، بعدين أقول له ألفا، الألف كم صفر؟ 3، 1 2 3. طيب وإيش؟ و25، وين أكتب هالخمسة وعشرون؟ مين يقول لي؟ أحسنتي، أكتب الخمسة هنا، 25، أحسنتي. طب لو كتبنا هنا 25، يعني هنا 25، هتصير 200، صح ولا لا؟ يلا تعالوا نقسمها، 1 2 3، يلا ها. يبقى أول حاجة لما نيجي نقرأ للطفل 32,025. إن شاء الله تكونوا استفدتوا مني. هذه بالنسبة للصيغة القياسية. طيب نيجي للصيغة التحليلية. الصيغة التحليلية، أنا كيف أعرف للطفل الصيغة التحليلية من هذه المسألة؟ أول حاجة هذه ما فيها زائد، يبقى لازم أحط لها زائد، هذه في الصيغة الإيش؟ التحليلية. يبقى أول حاجة بعرف الطفل هذه ما فيها زائد، يبقى على طول أحط لها زائد. أول حاجة بأخذ أول رقم 4، كده 4 زائد، أنزل 9، كم رقم قدام 9؟ 1، يبقى أحط لها 0، زائد 1، أنزل 1، كم رقم قدام 1؟ 1 2، يبقى 0، زائد ناخذ الاثنين، كم رقم قدامه؟ 1 2 3، زائد آخر رقم 1، كم رقم قدام الواحد؟ 1 2 3 4، 1 2 3 4. ونحل المسألة الثانية. عندي هنا برضو اكتب كل من الاعداد بالصيغة التحليلية، بدنا نحلها تحليلية. اول حاجة اقول للطفل مدام في ما في زائد، خلاص انا لازم احط لها زائد. اول حاجة باخذ اول رقم 4 زائد، نزل 3، كم رقم قدام 3؟ 1، يبقى احط 0، زائد 2، كم رقم قدام 3؟ قدام الاثنين، 1 2، يبقى احط 0، زائد ننزل 9، كم رقم قدام 9؟ 3، 1 2 3، زائد ناخذ 3، كم رقم قدام 3؟ 1 2 3 4، يبقى 1 2 3 4. هذه الصيغة
تحليلية. على طول دايما بعرف الطفل ما دام ما في زائد يبقى بحولها لزائد، أقول له ناخد أول رقم نكتبه تحت، بعدين أكتب زائد الثلاثة ننزلها، بعدين أشوف كم رقم قدام الثلاثة، واحد أحط صفر أعود عليها بالصفار. هذا بالنسبة للتحليلية. طب القياسية، القياسية عكس، بيجيب لك الزائد وانت تعمليها هنا، بناخد آخر رقم في القياسية. خلاص إن شاء الله تكونوا استوعبتوا الدرس التحليلية. طيب نيجي لآخر جزئية في المسألة. اللفظية، اللفظية. طيب خلينا ناخذ مسألة، وكيف أعرف الطفل يكتب اللفظية؟ يلا أول مسألة، دايما أعلم الطفل أن أقسم الرقم. يلا 1 2 3، يلا ها نحط كده، يلا ما دام في رقمين على طول اقرأ الرقمين هذولا، 28، يبقى هكتب كده 28,000، أوكي 28,000، وإيش؟ و400، 400، 400 وإيش؟ و51، و51. لما يكون في رقمين على طول أقول له 28، اقرأ الرقم 28,451. طيب مدام يلا تعالي نقسم الرقم هذا، 1 2 3، على طول حطي خط رقم واحد بس فيه، يبقى إيش؟ 5,000، يبقى على طول 5,000، 5,000 وإيش؟ 300، 300، 300 وإيش؟ 42، 42. يبقى أول حاجة خمسة، مدام في رقم واحد يبقى 5,000 وإيش؟ 342. طب لو في رقمين 28، نقرأ الرقم 28,400 وإيش؟ 51. طيب ناخد بس مثال أخير لفظي، بدي أعرف الطفل لو كان في 6 أرقام كيف يكتبها. طيب أنا الحين بدي أحل هذه اللفظية، كيف يا أستاذة؟ مرة كبيرة، كيف أحل لفظية؟ خلاص سهلة مرة، جميلة. يلا عدي 1 2 3، اقسميها، قسمناها. مدام في 3 أرقام اقرأ 3 أرقام، يبقى أول حاجة إيش بقرأ؟ هذه 376، يبقى أكتب 3 على طول، 300 وإيش؟ وستة وسبعون، 376 إيش؟ 1,000، أكتب 1,000. خلاص يبقى هنا 300، هاي ببدأ من هنا 376، 76,000 وإيش؟ 300 وإيش؟ 54، 54. خلاص استوعبتوها؟ يبقى أنا دايما بعرف الطفل لو في 6 أرقام اقسم على طول 3. خلاص قسمت
اقسم الرقم عشان كبيرة مرة عشان تعرف تقرأها. 1 2 3 حط خط، بعدين هنا في 3 أرقام، أقرأ له 376,354. طب لو في رقمين أقول له، لو في رقمين يعني هذه مش موجودة، 76,354. طب لو رقم واحد يعني هدول الاثنين مش موجودين، 6,354. إن شاء الله تكون استوعبتوا الدرس معايا، ترى مرة جميل وسهل وبسيط، بس هي بدها شوية تركيز من الطالب. نراكم إن شاء الله في فيديو جديد إن شاء الله بمشيئة الله. أمس والله كنت مرة تعبانة بصراحة من ضغط الطلاب، فما قدرت بصراحة أنزل فيديو، فاعذروني معلش لأنه مرة بيكون ضغط علي الفترة الصباح. ونراكم إن شاء الله في فيديو جديد إن شاء الله الحصة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم تيتشر منى المعلم المبتكر. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل شيء جديد، وأهم شيء اللايك. ويا جماعة الخير لا حدا يكتب في التعليقات أحلى لايك، أحلى بصمة، أحلى 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 لايك، بصمة، زرتك في بيتك، ضيفة جديدة، لا حدا يكتب الأشياء هذه، والله مضرة للقناة سواء حقي ولا حق، والله العظيم بيطيروا عصافير كتير ترى، فياريت الكل يلتزم. وأنا بشوف ترى لو تعليق، لو تقولوا لي ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تسلم إيديكي، لو الأشياء هذه حلوة يعني، لكن أحلى بصمة، أحلى لايك، وحطت لك والأرقام، بلاش الأرقام بس. واللي يكون ضيف جديد عندي إن شاء الله برد له إياها تاني يوم، يعني لا تقلقوا، والله العظيم أنا بشوف مين اللي بيعلق ومين اللي بيكتب، فلا يعني مش عارفة إيش أقولكم بصراحة. أنا ما بنسى والحمد لله، بشاهد مشاهدة كاملة للشخص، فياريت نكون كلنا صادقين مع بعض إن شاء الله وتشاهدوا مشاهدة كاملة عشان نكبر مع بعض، والله العظيم هنكبر مع بعض، والله يوفقنا جميعا يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.